بعض الناس يتساهل في مثل هذا، فإذا وفق للقيام ما وفق لإيقاظ أهله، بل تجده يعطف على أهله ويعطف على ولده من باب العطف الجبلي لا الشرعي، فلا يوقظهم لقيام الليل، وقد يتراخى عن إيقاظهم على الصلاة الواجبة، فلا تجد الواحد منهم يحرص على إيقاظ ولده أو بنته إلى الصلاة من أجل الصلاة كما يحرص على إيقاظ الولد للدراسة مثلا، فتجده في الشتاء يقول الولد أخشى أن يصيبه البرد، أخشى أن يصيبه البرد، فلعله إذا دفئ الجو قليلا أيقظته للصلاة وللمدرسة معا. ومثل هذا لا يوفق في تربية أولاده، لا يوفق، وهذا لا شك أنه نابع من عطف جبلي جبل عليه الأب، لكنه مع ذلك مخالف لشرع الله. والتوجيه النبوي يدل على أن الماء ينضح في وجهه إذا لم يقم لصلاة الليل فضلا عن صلاة الصبح، وبعضهم يخشى على ولده إذا نضح في وجهه الماء أن يجن مثلا، وبعضهم يخشى عليه إذا أيقظه في الظلام وخرج إلى صلاة الصبح أن يصيبه ما يصيب. وكل هذا لا شك أنه من تثبيط الشيطان، من تثبيط الشيطان. وأهل العلم يبحثون مسألة ما إذا أوقظ الولد الصبي دون التكليف، أيقظه أبوه أو أمه ثم خرج إلى صلاة الصبح فجن، فعل على والده أو والدته إثم أو لا؟ هم فعلوا ما أمروا به، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم، إذا كان يغلب على الظن أنه أن عقليته قابلة لمثل هذا الأمر ولا يستطيع الخروج بنفسه، مثل هذا يبحث له عمن يخرج معه، ولو تأخر الأب عن الحضور إلى الصلاة في أول الوقت من مع الأذان إلى قرب الإقامة من أجل أن يصحب ولده معه كان أفضل. كثير من الناس يسأل يقول أنا مأمور بحي على الصلاة، حي على الباب، أنطلق إلى المسجد منذ سماع المؤذن، وجاءت النصوص تدل على فضل المبادرة والمسارعة والمسابقة، لكن عندي ولد أو أولاد يحتاجون إلى وقت للإيقاظ، فإن أوقظتهم قبل الأذان شق عليهم كثيرا ولا يطاوعون أن ينتبهوا قبل الأذان، وإن انتظرت في إيقاظهم إلى ما بعد الأذان ترتب على ذلك أنني أتأخر إلى قرب الإقامة. نقول مع ذلك تأخر، تصلي النافلة في البيت وتتعاهدهم بالإيقاظ وتصحبهم معك، وهذا أفضل لك. وفي هذه الحالة تكون قد وقيت نفسك وأهلك من النار. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل وصلى ما شاء الله أن يصلي، وقال أيقظوا صواحب الحجر، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ولا شك أن هذا من وقاية الأهلين من النار.